أصدقائي وصديقاتي عاملين إيه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة أحكي لكم حكاية الأميرة كانزاريس، ابنة ملك قوي، ومع ذلك فإنها ظلت تحلم منذ طفولتها إن هي تكون فلاحة، فكانت بتعمل على جميع مختلف أنواع البذور، وتفضل هذا العمل على الحياة الطرف اللي تعيشها في قصر والدها، مما أغضب والدها كتير، فأمرها بعد بلوغها بمغادرة القصر، وقال لها عايزك تجربي قساوة الحياة خارج القصر عشان تغيري فكرتك. الأميرة فعلا وافقت وأخدت معاها ما كانت تحتفظ به من بذور، ورحلت إلى إحدى الغابات لتعيش هناك، حيث بنت لنفسها كوخ وبدأت بجراءة الحق وبزار الحبوب. كان العمل بالنسبة لها شاق جدا أول الأمر، فهي لم تعتد عليه طبعا، إلا أن وجود أصدقائها بجانبها زي قطة وببغان والعنكبوت هون ذلك عليها. القطة كانت بتحمي الحقل من الفئران، والعنكبوت بيهتم برعاية البيت، بينما الببغان كان بيجيب لها أخبار جديدة في المملكة. عاشت الأميرة مع أصدقائها بسعادة وهناء، ولم يمضي وقت طويل حتى توالت الأخبار من الغابة، وجت قصة نجاح الأميرة حديث الناس في المملكة، والشهر طبعا، مما أزعج والدها مجددا، واضطر إن هو يستعين بأحد السحرة لإعادتها إلى القصر. قال الساحر دع أمرها لي، سأرسل الجفاف إلى حقلها ليموت الزرع من دون أن تنتفع بي. سمع البغبغان قول الساحر، فقص على الأميرة الخبر ومباشرة، فطبعا نقلت الأميرة كنزاريس وأصدقائها الزرع إلى حوض النهر، ولما حل الجفاف بأراضي المملكة تضررت جميع المحاصيل باستثناء محصول الأميرة اللي نجا لقربه من ماء النهر. طبعا الساحر حك رأسه متعجبا مما حدث، ثم قال هأرسل فيضان يدمر حقلها. فنقل البغبغان الخبر فورا إليها، وطبعا استبقت الأميرة الفيضان بزراعة محصولها فوق أحد التلال، وعندما حدث الفيضان نجا محصولها منه لأنه كان أعلى من منسوب المياه. وعندما فشلت المحاولة التانية للساحر، قرر إرسال مئات من الفئران لتخريب زراعتها هذه المرة، فأعلمها البغبغان بالأمر. قالت القطة سأدعو صديقاتي من القطط لحفل طعام، فحضرت صديقتها وأصدقائها في الحال إلى الحقل وأجهزت على جميع الفئران. فقال الساحر سأرسل الطيور ولن يفلت محصولها هذه المرة. نادى العنكبوت أصدقائه لينسجوا فوق الزرع شبك لاصقة تحميه، وبحيث يعلق بها كل طير يهاجم الزرع. فطبعا المحاولة فشلت، المحاولة الثالثة، وأصبح الملك أمام مشكلتين كبيرتين، هما جفاف وفيضان اللذان حل بالمملكة وأدوا إلى دمار كل المحاصيل، مما تسبب بجوع السكان. وطلب الملك من الساحر إن هو يساعده في حل هذه المشكلة، مشكلة الجفاف والقحط، إلا أنه اعتذر منه وقال له لم أعد قادر على مساعدتك. سمع الحديث أحد وزرائه، فنصح الملك بطلب المساعدة من بنته الأميرة لأنها الوحيدة اللي قادرة على إطعام شعب المملكة وإنقاذهم من القحط. أخذ الوزير ملكه إلى الغابة التي تعيش فيها ابنته ليريه كيف يتقدم وأصدقائها الطعام للناس، وكان بيساعدهم في تخطي محنة الجوع. طبعا الملك حس بالخجل لأنه كان فخور بمنته، وقال الوزير ألا ينبغي لمن هو بهذا النبل أن يعيش معك مجددا في قصرك؟ فطلب الملك من بنته مسامحته والعودة معه إلى القصر. سامحت الأميرة والدها الملك، لكنها رفضت العودة إلى القصر، وقررت البقاء والعيش بسعادة بقية حياتها مع أصدقائها في كوخها الصغير عند الحقل. وحملت كنزاريس منذ ذلك الحين لقب الأميرة الفلاحة. إيه رأيكم في القصة؟ ياريتكم تقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.